من ضمن الأسئلة، ليه بتقلل من خريجين المعاهد عندما بتقول ده خريج معهد؟ صدقوني مفيش حاجة اسمه خريج معهد أو خريج جامعة. ما تسمعوش كلام أي شخص، أنت من تزرع النجاح هنا وهناك فقط. أنا الحقيقة مش بقلل من خريجين المعاهد، وسبق إن أنا قلت الموضوع ده أكثر من مرة. الناس عندها حساسية من هذا الموضوع، ولكن أنا بحبيت أوضح ده، إن في بعض الشركات وبعض البنوك مش بتعين إلا خريجين جامعة، وده وفقا لمتطلباتها الوظيفية، ومش أنا اللي حطيت ده. فكتير جدا من البنوك لما تيجي تبص على الوظائف عندها يقول لك مطلوب للعمل كصراف أو كخدمة عملاء إن هو يكون حد خريج جامعة ويكون متخرج بقاله 5 سنين، ونقل على هذا المثال. وعادة خريجين المعاهد مش بيقبلهم. لكن زي ما انت قلت كده، انت لو انت عندك الخبرة وعندك النجاح ومصمم فيه، ممكن بعدها انك تروح بنك بعد كده ان شاء الله، لما تمسك شغلانة وتمسك وظيفة وتبني عليها الخبرة، ممكن بعدها انك تنتقل الى البنك في وظائف الناس الخبرة وليس حدثاء الخبرة. كذلك الشركات والمؤسسات، في ناس كتيرة خريجين معاهد بيشتغلوا ايضا فيها، والموضوع بالنسبة لهم تمام. ولكن انا بقول خلي بالك يا خريج المعهد، ان في بعض الاماكن بيبقى عندها حساسية عندك، فانت تخلي عندك ثقة بنفسك وتقدم في اكتر من مكان. اللي يجي يجي، ولو ما جاش حاجة يبقى الارزاق على الله. بالتوفيق.